بكم إلى موجز أخبار الآن. قال رئيس وفد المعارضة السورية إلى جنيف نصر الحريري في مؤتمر صحفي من مقر الأمم المتحدة في جنيف، قال إن المعارضة قدمت تقارير إلى المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن دي مستورا حول الأوضاع الإنسانية، جرى فيها التركيز على ملف المعتقلين، خاصة عمليات اعتقال الشباب من المناطق المهجرة وإرسالهم مع المفرج عنهم إلى جبهات القتال. وأشار الحريري إلى أنه جرت مناقشة كيفية الانتقال السياسي إضافة إلى أمور فنية أخرى. أعلنت القوات العراقية المشتركة تحرير مطار واشنطن العسكري غرب مدينة الموصل، كما أعلنت القوات العراقية المشتركة تحرير قاعدة سهل سنجار الجوية جنوب ناحية القيروان الواقعة غرب مدينة الموصل من احتلال أفراد داعش. تمكنت قوة من الرد السريع التابعة لقوات الشرطة الاتحادية في العراق من تحرير فتاتين أزيديتين في حي 17 تموز بأيمن الموصل. يذكر أن أفراد داعش قاموا باختطاف مئات الفتيات الأزيديات وإعدام المئات بعد اجتياحهم قضاء سنجار. فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح الجمعة لبدء عملية الإدلاء بالأصوات في انتخابات الرئاسة الإيرانية بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي، ويدلي الناخبون الإيرانيون بأصواتهم لاختيار رئيسهم المقبل في إحدى أكثر المنافسات إثارة للاهتمام والتنافس الأشرس بين الرئيس الحالي الذي يطمح لفترة ولاية ثانية حسن روحاني والمرشح المحافظ إبراهيم رئيسي الملقب بمرشح المرشد. نجحت دراسة حديثة في زراعة مبايض صناعية في فئران، ما يبشر بحدوث الأمر ذاته للنساء التي أصبن بالعقم نتيجة للعلاج من السرطان أو لأسباب أخرى. وأفاد باحثون بنجاح التجربة التي جرى تطويرها داخل هياكل طبعت بنظام ثلاثي الأبعاد داخل إناث فئران عقمها الباحثون، وتمكنت من التكاثر وصارت قادرة على الولادة الطبيعية والإرضاع. توج فريق أندرليخت بطلا للدوري البلجيكي للموسم الحالي عقب فوزه على سبورتنينغ شارليرو بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 49 نقطة بفارق 7 نقاط عن كلوب بروج قبل مرحلة واحدة على نهاية البطولة. إلى اللقاء.